السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من استديوهات قناة سهيل الفضائية، نبدأها بالعناوين. أطفال مأرب ينددون بجرائم ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية بحق أقرانهم، وتواصل الإدانات العربية والدولية. مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في جبهة الخنجر شرقي محافظة الجوف. وزير الخارجية يؤكد دعم الحكومة لجهود إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن. أستهل النشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نظم عدد من الأطفال في محافظة مأرب وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم ميليشيا الإرهاب والتمرد الحوثية الإمامية الإيرانية بحق أطفال المحافظة، وطالب الأطفال المحتجون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمل مسؤولياتهم في وقف الانتهاكات والجرائم التي تمارسها الميليشيا الحوثية بحق أطفال اليمن. في وقفة احتجاجية خرج أطفال مأرب يعبرون عن وجعهم نتيجة استهداف الميليشيا الحوثية الإرهابية للمدينة بالصواريخ البالستية، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً بينهم الطفلة ليان، طفلة ذات 4 سنوات تموت حرقاً وتتفحم جثتها مع والدها. نحن خرجنا اليوم من أجل يعني من حقوق الإنسانية، إنهم الحوثيين يبطلوا قصف الأطفال، وإن هذه الطفلة البريئة لماذا يفعلون هكذا معها؟ إنها صغيرة، إنها تفحمت من وهي مع أبوها، الله يرحمها. الأطفال في بيان وقفتهم استغربوا من غياب المنظمات الدولية والإنسانية وأحرار العالم عن القيام بدورهم تجاه تعرضهم للقصف المتكرر من قبل الميليشيا الحوثية، مطالبين بوقف الانتهاكات والوقوف إلى جانب الطفولة، قائلين: يا أحرار العالم، ماذا ستصنعون إذا حصلت هذه الجرائم لأبنائكم وأطفالكم؟ هل ستقفون متفرجين؟ ونحن إذا نقف هذه الوقفة الاحتجاجية نطالب العالم بكله أن يقف معنا. نحن أطفال اليمن بشكل خاص، ومع أطفال العالم بشكل عام. فيا أحرار العالم، ماذا يمكن أن تصنعوا إذا حصلت هذه الجرائم مع أبنائكم وأطفالكم؟ أتقفون متفرجين أمام هذه الميليشيا الإجرامية الإرهابية التي لا تفرق بين الأطفال ولا النساء والمدنيين والنازحين بشكل عام؟ متنفس الأطفال الوحيد بمدينة مأرب حديقة مأرب لند تم إغلاقها احتجاجا على قصف الميليشيا الحوثية للمدينة بالصواريخ البالستية بشكل مستمر، وهو تعبير من أطفال المدينة عن وجعهم من إجرام ميليشيا جعلت الطفولة هدفا لها. ما تزال جريمة القصف الصاروخي الذي استهدف المدينة قبل أيام وراح ضحيته 21 مدنيا بينهم أطفال حديث الناس في المدينة، المطالبين المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والدولية بالتدخل الجاد والفعلي لإيقاف إرهاب الميليشيات الحوثية ضد المدنيين. خليل المليكي، سهيل، مأرب. أعربت دولة الكويت الشقيقة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الصاروخية التي قامت بها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مدينة مأرب بالجمهورية اليمنية، ومنها الاعتداء على محطة للوقود والذي أدى إلى مقتل عدد من الأبرياء. وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم أن هذه الجرائم تأتي امتداداً للجرائم التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني الشقيق ودول الجوار واستقرار المنطقة. أدانت وزارة الخارجية البحرينية واستنكرت بشدة الهجمات الإرهابية الدامية التي قامت بها ميليشيا الحوثي على محطة وقود في مأرب، والتي أدت إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين الأبرياء،
أكدت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء البحرينية بنا أن تلك الهجمات تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وكافة القيم والمبادئ الأخلاقية، مجددة موقف مملكة البحرين المتضامن بقوة مع الجمهورية اليمنية من أجل وقف الجرائم الحوثية الممنهجة والمتكررة ووقوفها التام مع اليمن في سبيل حفظ أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها. ودعت الخارجية البحرينية المجتمع الدولي إلى إدانة الاعتداءات الآثمة لميليشيا الحوثي الإرهابية، معربة عن بالغ التعازي والمواساة لأسر وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وصف السيناتور الأمريكي جيم ريش الهجوم الحوثي الذي استهدف محطة وقود في مدينة مأرب، وصفه بالوحشي. وقال ريش: فزعت من الوحشية التي أظهرها الحوثيون في هجومهم على مأرب، لافتا إلى أن هذا الهجوم يعكس عدم رغبة الحوثيين في إنهاء الحرب اليمنية. وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينيدينيز قد وصف هجوم الميليشيا بالفظيع، وطالب المجتمع الدولي أن يدينه عالميا. وتابع: الهجوم الحوثي على محطة الوقود لا يبرره أي غرض عسكري، لافتا إلى أن استهداف المدنيين سلوك طرف غير مهتم بالسلام. وارتفعت حصيلة ضحايا المحرقة الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مدينة مأرب إلى 21 شهيدا بينهم طفلين. التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم رئيس مجلس الدولة العماني عبد الملك الخليلي. أكد بن مبارك أن الحكومة اليمنية تدعم الجهود الدولية والإقليمية لإيقاف الحرب والدفع بالعملية السياسية وإحلال السلام الشامل والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتتعاطى بإيجابية مع كافة جهود السلام من أجل مصلحة الشعب اليمني ووقف نزيف الدم الجاري منذ انقلاب الميليشيا الحوثية على مؤسسات الدولة في 21 من سبتمبر 2014. وقال بن مبارك: آن الأوان أن يتم إيقاف أصوات المدافع وأن تقرع أجراس السلام، وأن تغتنم الميليشيا فرصة إحلال السلام والتعاطي مع الموقف العماني والمبادرات الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب والجلوس في طاولة المفاوضات من أجل إعلاء مصلحة الشعب اليمني وإحلال الأمن والسلم في اليمن. فيما أكد رئيس مجلس الدولة العماني حرص بلاده على تحقيق السلام الدائم في اليمن وإنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، مجددا التأكيد على موقف عمان الثابت الداعم لأمن اليمن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه. حضر اللقاء سفير اليمن في سلطنة عمان الدكتور خالد بن شطيف. أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف موقف مجلس التعاون الدائم والثابت تجاه اليمن وشرعيته الدستورية، وحرص المجلس ووقوفه جنبا إلى جنب في جهود استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب والدفع بالعملية السياسية لتحقيق سلام شامل ومستدام وفقا للمرجعيات الثلاث. وخلال استقبال الحجرف لوزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم في العاصمة العمانية مسقط، أكد على أهمية وضع خطة متكاملة لإعادة الإعمار وتحقيق التعافي الاقتصادي والدفع بعملية التنمية لخدمة الشعب اليمني. فيما تطرق بن مبارك إلى مسردات الأوضاع السياسية في اليمن في ضوء الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب والدفع بالعملية السياسية بالرغم من تعنت ميليشيا الحوثي ومماطلتها في التعاطي مع المبادرة الأممية وإصرارها على استمرار الحرب وآخرها ما أقدمت عليه من مجزرة ومحرقة مروعة من خلال استهدافها بصاروخ باليستي لمحطة وقود في مدينة مأرب راح ضحيتها عدد من الشهداء بينهم أطفال، وكذا استمرار استهدافها لدول الجوار وتهديدها للملاحة الدولية بالألغام والزوارق المفخخة وللبيئة البحرية بعدم سماحها بصيانة خزان النفط صافر وتفريغ محتوياته.
لقي القيادي الحوثي لجبهة الخنجر بمحافظة الجوف المدعو أبو هشام شرف الدين، والذي ينتحل رتبة عميد، ومساعده المدعو أبو عادل الهادي الذي ينتحل رتبة عقيد، بالإضافة إلى آخرين لقوا مصرعهم برصاص قوات الجيش الوطني. وبحسب المصادر، فإن المدعو أبو هاشم يعد من أبرز القيادات العسكرية الميدانية للميليشيا الحوثية، وأحد خريجي أول دفعة عسكرية ميليشاوية حوثية من إيران. ومنذ أكثر من أسبوع تشهد جبهة الخنجر شرقي المحافظة معارك متواصلة بين قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة وطيران التحالف، وبين الميليشيا الإرهابية الإيرانية الحوثية، تكبدت فيها الميليشيا عشرات القتلى والجرحى. تفقد مساعد رئيس هيئة الإسناد اللوجستي العميد عايض الشايف اليوم الثلاثاء أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بجبهة صرواه غربي محافظة مأرب. وطلع العميد الشايف خلال الزيارة على أحوال المقاتلين واحتياجاتهم، مشيدا بالانتصارات والنجاحات التي يحققونها ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف جبهات الشرف والكرامة. وقال إن الشعب اليمني على موعد مع النصر الكبير ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية، لافتا إلى حجم الالتفاف الشعبي الكبير من كافة أبناء الشعب شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حول قوات الجيش والمعركة الوطنية المقدسة. رافق مساعد رئيس الهيئة خلال الزيارة أركانات البشرية والتوجيه والإمداد بهيئة الإسناد اللوجستي. كشفت القوات المشتركة عن شبكة ألغام بحرية مثبتة بقاع البحر زرعتها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر بتصميم مدروس يكفي لتفخيخ مساحات واسعة أمام حركة السفن. أوضح مصدر في القوات المشتركة أن شبكة الألغام المكتشفة في منطقة السيول التابعة لجزيرة أرخبيل حنيش تتكون من برميلين سعة 200 لتر مثبتة عبر أسلاك إلى صاعق في قاع البحر بعمق 16 مترا. وأشار المصدر إلى أن هندسة القوات المشتركة وخفر السواحل تعاملت مع الشبكة وفككتها بنجاح. ونوه إلى أن نوعية الألغام المكتشفة تعد أحد الأسلحة المعروفة لدى الحرس الثوري الإيراني. أكد عدد من أهالي أسرى محور كتاف عن تعرض الأسرى لمضاعفة طبية خطيرة في سجون الحوثي جراء الإهمال الطبي، وطالب أهالي الأسرى الحكومة والتحالف بالعمل على تحرير أسرى المحور من قبضة ميليشيا الإرهاب الحوثية. كما دعا الأهالي الحكومة إلى اعتماد رواتب للأسرى وصرفها بصورة منتظمة إلى ذويهم، منددين بالتجاهل الحكومي تجاه الأسرى وأسرهم. نطالب من رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية باسم أهالي مفقودي محور كتاف القابعين في سجون الميليشيات الحوثية منذ عامين بالآتي: 1- اعتماد أسرى محور كتاف ضمن جنود وضباط الجيش الوطني، واعتماد رواتب لإعالة أسرهم كونهم أسروا في ساحة معركة وهم يقاتلون الميليشيات الحوثية المتمردة عن الدولة. 2- فتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات ما حدث من تواطؤ وخيانة وفضح ومحاسبة المتسببين في الكارثة والمتورطين فيها. وافق مجلس إدارة البنك الدولي على تقديم منحة إضافية لليمن بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية وصندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن. ويهدف التمويل الإضافي إلى استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الحيوية وتعزيز مرونة عدد من المدن الرئيسية في البلاد من خلال تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الوصول إلى المياه المعاد تأهيله والصرف الصحي، وإعادة تأهيل 60 كيلومتر من الطرق، واستعادة جزء مهم من الطاقة الكهربائية، وسيتم تنفيذه من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بالشراكة مع المؤسسات الوطنية وبإشراف من وزارة التخطيط والتعاون الدولي. أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب أن المدن اليمنية تأثرت بشدة جراء ست سنوات من الانقلاب والعدوان الحوثي،
ما أدى إلى تدمير البنية التحتية الحضرية على نطاق واسع. نعت هيئة رئاسة مجلس الشورى اليوم عضو المجلس المناضل صالح عبد الله النخعي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنشاط السياسي، مدافعا عن الشرعية الوطنية والدولة الاتحادية والجمهورية، حاملا هم الوطن معه أينما حل، وكان خير سفير لبلده، وكان النخعي مثالا في العطاء وقدوة في السلوك ونموذجا يحتذى به في التعامل مع قيم التسامح والعدالة والإخاء، كريما معطاء خسرت اليمن برحيله عضوا نشطا في الحياة السياسية والشوروية. وعرب المجلس عن بالغ حزنه لرحيل الفقيد، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، كما نعى الائتلاف الوطني الجنوبي إلى كافة قياداته وكوادره وأنصاره، وإلى كافة أبناء شعبنا الأستاذ صالح عبد الله النخعي نائب رئيس لجنة الرقابة والتفتيش بالائتلاف، وعضو مجلس الشورى الذي وافاه الأجل اليوم الثلاثاء متأثرا بحادث مروري مؤسف في العاصمة المصرية القاهرة. وقال الائتلاف الوطني الجنوبي إن الأستاذ النخعي رحل بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء، متمسكا بالمبادئ والقيم السامية والثوابت الوطنية، باذلا جهوده وإمكانياته في خدمة قضايا الوطن والشعب دون كلل أو ملل، شجاعا في الحق، منافحا عن مصالح المواطنين. وأضاف الائتلاف أن الأستاذ صالح النخعي عرف بمواقفه الوطنية وأخلاقه السامية، متساميا بالصراحة والتسامح والحوار، حتى توج مسيرته بأدواره المدافعة عن مكتسبات الشعب وجمهوريته وعن الشرعية ومشروع الدولة الاتحادية الذي ارتضته جماهير الشعب وقواه الوطنية، كما كانت له إساماته في خدمة المجتمع حتى توفاه الله. أدان الاتحاد الدولي للصحفيين اقتحام مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي لفروع المؤسسات الإعلامية بمحافظة عدن، وفي مقدمتها مبنى وكالة الأنباء اليمنية سبا وصحيفة الثورة الرسمية وصحيفة 14 أكتوبر. ودعا الاتحاد في بيان له إلى احترام حرية المعلومات والنأي بالمؤسسات الإعلامية والصحفيين عن الصراعات السياسية والعسكرية. وجاء في البيان: ووفقا لنقابة الصحفيين اليمنيين، فإنه يبدو واضحا أن المجلس الانتقالي يريد السيطرة على المؤسسات الإعلامية الرسمية وتشغيلها لصالحه، وهناك أكثر من 150 موظفا يعملون لدى وكالة سبا، من بينهم 70 صحفيا، وهم معرضون لخطر فقدان وظائفهم في حال لم يسلموا باتباع الخط السياسي أو لم يسلموا باتباع الخط السياسي للمجلس الانتقالي. وقال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: يجب على المجلس الانتقالي أن يسحب سيطرته على المؤسسات الإعلامية وسماح للصحفيين بالعمل دون خوف وترهيب. نشرتنا مستمرة وفيها حملة واسعة لضبط الشاحنات المخالفة لقانون المرور في المهرة. نادي أجيال سبأ يقيم دوريا داخليا بمشاركة 12 فريقا. افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري قاعات دراسية في كل من كلية الطب وكلية التربية ومعهد المعلمين بجامعة سيئون. وعبر وكيل المحافظة أثناء جولته في تلك المرافق التعليمية التي شملت قاعة كبرى حديثة في كلية الطب ومعمل حاسوب في كلية التربية وإعادة تأهيل القاعة الكبرى بالكلية، وعبر عن شكره وامتنانه لجمعية نبراس للتنمية ومؤسستي صلة والعون لدورهم الفاعل ومساهمتهم في تنفيذ المشاريع النوعية في مجالات التعليم والصحة.
وأشار الوكيل الكثير بأن قيادة السلطة المحلية تعول كثيراً على الشراكة مع القطاعات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني لتحسين الخدمات العامة بمديريات الوادي والصحراء. اختتمت دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام اليوم في تعز ورشة العمل التدريبية حول البدائل غير الاحتجازية للحبس الاحتياطي والعقوبة السالبة للحرية. واستهدفت الورشة التي أقيمت برعاية النائب العام الدكتور أحمد صالح الموساي، استهدفت قضاة المحاكم الجنائية والنيابة العامة، واستمرت لثلاثة أيام بهدف تفعيل قوانين العقوبات من غير الحبس كدفع المقابل أو العمل مقابل الحبس والعقوبة. وتعرف المشاركون في الورشة على الأطر القانونية لعملية الحبس والبدائل التي نصت عليها القوانين المحلية والدولية. تخفيف الاكتظاظ في السجون، فاحنا مثلا لدينا عقوبة الغرامة، لدينا عقوبة الرقابة القضائية، المراقبة القضائية، الاختبار القضائي، لدينا عقوبة العمل الإلزامي للمصلحة العامة، بدل ما تحبسه شغله بمقابل أيام الحبس، خليه يشتغل عندك بحسب، مش عندي أنا طبعا، يشتغل في أي مؤسسة عامة، شركة عامة، مصلحة عامة، مرفق عام، في إذا كان طبيب ممكن نشغله في مستشفيات، إذا كان معلم ممكن ندرسه في، نشغله في بعض المدارس في مجال محو الأمية، إذا كانت امرأة ممكن نشغلها في دار الحضانة، في تطبيب، في أي من هذه الأعمال التي بتنفع مقابل أيام الحبس. فبدل ما تحتبس تروح تشتغل للمنفعة العامة هذه الأيام المقابلة لها ثم تروح بيتها. تواصل شرطة السير ومكتب النظافة والتحسين الحملة الخاصة بضبط الشاحنات المخالفة لقانون المرور وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. مراسلنا أحمد الحرازي والتفاصيل. لا تبرز جمالية المدن بانتظام بنيتها التحتية فحسب، بل بنظافة شوارعها أيضا، حيث أنعكس تأثيرها الإيجابي على السكان الذين يبادرون في أغلب الأوقات بوضع أكوام القمامة في أماكنها المخصصة، مهمة تتطلب تكاتفا مجتمعيا مستمر، خاصة في عواصم المدن كالغيضة بمحافظة المهرة والتي لا تخلو شوارعها من القمامة. وإلى جانب هذه المعضلة تزايدت أعداد القلابات التي يتم تعبئتها بكميات كبيرة من مواد البناء، الأمر الذي دفع السلطة المحلية بالمديرية إلى إطلاق حملة واسعة لضبط المخالفين. حملة شاملة لضبط القلابات المخالفة التي لم تلتزم بالتوجيهات الخاصة بتركيب الطرابيل. الحملة هذه أتت بتوجيهات سامية من قبل معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة للحفاظ على المنجزات وبالأخص في مجال الطرقات. سبق وأن وجهت عدة توجيهات لجميع أصحاب القلابات، ولكن أيضا هذه الحملة تعتبر رديف لتلك التوجيهات. يقف هؤلاء الجنود من مختلف الوحدات الأمنية على قارعة الطرقات الرئيسية بعد أن نصبوا نقاطا لضبط ملاك القلابات الذين لم يلتزموا بربط الطرابيل فوق الحمولة الزائدة والتي تؤثر سلبا على البيئة والمجتمع وسلامة المشاة. الحملة لضبط العشوائيات منها القلابات المخالفة التي لم تلتزم بأدوات السلامة، منها وضع الطربال وتركيب الباب، حيث وقد تم اليوم التدشين اليوم برئاسة مدير عام مديرية الغيضة هو تشجيع لنا لضبط هذه المخالفات وكذلك لضبط العشوائية. تأتي هذه الحملة بعد أيام من انتهاء شرطة السير من توعية السائقين بالمدينة ونشر الملصقات التحذيرية بخطورة ارتكاب مثل هذه المخالفات، حيث تمكن القائمون عليها من ضبط المخالفين واحتجازهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات بحقهم وفقا لقانون المرور. أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة. دشن محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر تشغيل مشروع منظمات أو منظومات الطاقة الشمسية لأحد عشر مدرسة بالمحافظة بتمويل من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. وأشاد المحافظ بهذه التدخلات النوعية في الاستفادة من الطاقة الشمسية، مثمنا دور مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع على تمويل مثل هذه المشاريع، فيما قال مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة علي سالم بن محيس
أن مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وما قدمه من مشاريع لمحافظة المهرة لعدد من المدارس والمراكز الصحية في مختلف مديريات المحافظة، وأن ذلك بحاجة إلى المزيد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية. التقى مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل صمودة بأعضاء السلطة المحلية وعقال الحارات وأئمة المساجد بمديرية سيحوت، وناقش اللقاء ظاهرة انتشار المخدرات وكيفية القضاء عليها وتعريف المجتمع بمخاطرها وأضرارها والأثار المترتبة على تعاطيها وترويجها. وفي اللقاء استعرض مدير عام الأمن العميد مفتي صمودة ببعضا من أنواع المخدرات التي انتشرت بشكل كبير في المحافظة والتي تمثل تهديدا للمجتمع من خلال الآثار الناتجة عن تعاطيها كالتفكك الأسري وانتشار الجريمة. وشدد صمودة على تكثيف الجهود وعدم التهاون ضد تجار السموم ومتعاطيها والإبلاغ عنهم لحماية أبناء المحافظة والحفاظ على حاضرهم ومستقبلهم. دشن مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة المهرة الدورة التدريبية للكوادر الصحية في مستشفى الغيضة المركزي حول عناية الأطفال حديثي الولادة والخدج، والتي تنفذها جمعية الوصول الإنساني بتمويل من صندوق الأمم المتحدة. وفي التدشين أكد مدير عام مكتب الصحة والسكان بالمحافظة عوض مبارك سعد على ضرورة إقامة مثل هذه الدورات التي تعود بالنفع على النظام الصحي وتخفيض نسبة وفيات حديث الولادة. وأشار سعد إلى أن مكتب الصحة يسعى إلى تقديم المزيد من الدورات التدريبية لرفع قدرات ومهارات العاملين الصحيين في شتى المجالات. أقامت جمعية مجزر الاجتماعية بمحافظة مأرب حفلا تكريميا لستين يتيما من أبناء مديرية مجزر بمبالغ مالية تقدر بمقدارها 160 ألف ريال لكل يتيم. وجمعية مجزر واحدة من الجمعيات العاملة في مشاريع تنموية وخيرية عديدة في مجال كفالة الأيتام وبناء المدارس ومشاريع حفر الآبار في المديرية. وتأسست الجمعية على يد نخبة من رجال الخير والوجهات القبلية وعلى رأسهم الشهيد الشيخ قائد مبروك رقيب. أقام نادي أجيال سبأ الرياضي الدوري الداخلي لثلاث فئات عمرية براعم وناشئين وكبار وبمشاركة 12 فريقا رياضيا، ويتضمن الدوري الألعاب الرياضية كرة القدم والطائرة والتنس إضافة إلى الملاكمة. وقال مدير مكتب الشباب والرياضة بمديرية مأرب المدينة سياف حشوان أن تدشين هذه الألعاب جاء بعد انقطاع لأشهر بسبب فيروس كورونا. ودعا حشوان الشباب إلى الالتحاق بالأندية الرياضية والاستفادة منها، مشيدا بدور الداعمين للرياضة في المحافظة. في إطار مشروع دعم المراكز الصحية، وزع جمعية البشائر الاجتماعي الخيرية بمريس في محافظة الضالع 8 اسطوانات غاز على مركزي غول ديمة والجبارة الصحيين بتمويل من فاعل خير في مملكة البحرين الشقيقة. وقال رئيس جمعية البشائر أن هذا الدعم يأتي في سياق الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع المدني بهدف التخفيف عن معاناة المجتمع، سيما في ظل انتشار الأوبئة والحميات وعلى رأسها فيروس كورونا. ثمن مدير المركز الصحي بالجبارة وضاح القاضي بالجهود الخيرة لمنظمات المجتمع المدني وما تقدمه من دعم في المجال الصحي وغيره. طبعا هذا يأتي في إطار المساهمة المجتمعية لمواجهة هذا الوباء وهذه الجائحة التي اجتاحت العالم، وباء كورونا. ونحن في منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية نسعى جاهدين على التخفيف من معاناة الناس، وندعو المجتمع إلى دعم مثل هذه المشاريع ومثل هذه المبادرات للتخفيف من وطأة هذا المرض
والكل يعلم أن اليمن يمر يعني أزمة اقتصادية كبيرة، ولا بد من تكاتف الجميع والخيرين في الداخل وفي الخارج. نتقدم بالشكر الجزيل للداعمة أم أحمد ولكل الداعمين الخيريين، ونتمنى من الجميع تكثيف الجهود لدعم هذه المراكز، بحيث أن الوباء منتشر في هذه الأيام والمنطقة بحاجة إلى كثير من الدعم من أسطوانة أكسجين ومن غيرها من معدات وأدوية. نشكر المنظمات الداعمة للمناطق مريس وغير مريس، لأن المنطقة بحاجة من الأمراض والحميات وأمراض كورونا هذا الذي اجتاح العالم. الناس بحاجة للعلاج وإلى الدعم وإلى المنظمات، ونشكر من قاموا بإيصال الأسطوانات الأكسجين من دولة مملكة البحرين بواسطة أم أحمد، فنحن نثمن ونقدر هذا الدعم. أسرتنا انتهت، وعودة إلى أهم عناوينها. أطفال مأرب ينددون بجرائم الإرهاب الحوثي الإمامي بحق أقرانهم، وتواصل الإدانات العربية والدولية. مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من المرافقين في جبهة الخنجر شرقي محافظة الجوف. وزير الخارجية يؤكد دعم الحكومة لجهود إيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن. للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت سهيل.net، وعلى صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام. في أمان الله.